راس غنوس حاجه ما خصنيش فيه ما نمشي كيدو على الاخر راس غنوش ما تضيف لي شيء. راس الغنوص بالنسبه لي انا انسان عادي معناتها ماهوش كل اللي برشا عباد تخاف منه. راس الغنوش يقولوا رهيب ودرا شنو كل شيء وان بلوس زاد ما تعرفش شنو صحيح خاطر قبل قالوا لي هما الحكايات اللي تلفقت لهم قبل ما هي صحيحه والعلم عند اللي سامدي غيا ما عندي ما يخصني شيء. انا راني ما نتبعش هذه ما ندريش ولا ما ندري. ما عندكش فكره شكون تم انتخابه؟ والله ما عندي فكره خلاص شيء ولا ما ما نتبع على الاخبار ما نتبعش. ما عندك حتى فكره شكون تم انتخابه البارحه يا رئيس حركه النهضه؟ لا ما عنديش فكره والله. يجي الواقع ما عندنا حتى فكره خاطر البارح بركه جايين من ديبلاسمون مازلنا كي جايين من الجنوب بس ما لنا بركه شيء. بالنسبه لي يعني ما تضيف لي حد شيء فاكم معناتها ما عنديش انتماء لحركه النهضه. وربي معك اتوقع انا راشد غنوشي باش يبقى على راس سيبا لا ما نعرفش يعني ما نضيف لي شيء يعني ما يهمنيش فيه بس غنوش ولا صبور يعني هنا والله ما عنديش معنى مع السياسه وكا الحكايات معنى ما عنديش معهم رانا مش اختموني انا لا والله ما عندي هو بالك اجتماع سري ولا قال لي كان غنوش هيك حسب التقرير ما عرفش تو مرينا حتى شيء راش الغنوش لما نهضر لما حضر حاليا تو ما تفهم شيء داخل راشد غنوشي بالطبيعه باهي راشد غنوشي انتخابه على راس الحركه شنو ينجم يضيف الحركه؟ ينجم يضيف برشا حاجات مثلا يضيف عنده اكسبيرونس بتاعه عنده خبرته راجل معروف في الدنيا الكل ما عنديش حتى فكره لا هو اللي اسسها مانيش مطلع على الرقم بتاعها